بتتعب وكان الشغل تعب وكان صعب. رجعنا جربنا بالجرافه العاديه، الجرافه العاديه برضه مش كويس. انما يعني بالنسبه للليزر يعني بيظبط الارض، ما بيخلاش فيها لا فيها عالي ولا فيها واطي، بتيجي مثلا بالنسبه عشان الميه بتتصفى بسرعه. الليزر يعني بيظبط الارض، واخد بالك انت، بيخلي الارض تجيب انتاج كويس شويه يعني عن الجرافه العاديه. بس برضه الحرث غالي وكل حاجه غالي، يعني الفلاح يعني بقى الحياه معه صعبه دلوقتي قوي، كل حاجه عليها، كل بيزيد على الفلاح. يعني المحاصيل بتتاخد منك يعني مش غاليه، والتاجر بياخدها منك رخيصه، والجاز غالي وكل حاجه غالية. الفلاح في الاخر خالص بالظلم، يعني كله محطوط في دماغ الفلاح. وما تخش معايا ما تخش معايا ميه كتير. انما بالنسبه مثلا هي غالي شويه الجرافه، يعني الجرافه دلوقتي لان الجاز غالي كل حاجه بتغلي على الفلاح، يعني بقت حاجه صعبه. الكيماوي زايد، شكاره الكيماوي كنا بنجيبها ب 120 جنيه، تعال النهارده بنجيبها ب 220 ب 230 240 جنيه، يعني الحياه بقت صعبه قوي، كل حاجه رفعت. اللي فدينا الحرث كنا بنعرضه ب 100 جنيه، النهارده فدينا الحرث بنعرضه ب 400 جنيه. يعني بقى الجرافه بتاع الليزر دي كانت ب 90 جنيه، النهارده ب 160 جنيه. بتشتري مواد، بتديهم هم بيدوا للفدان اربع شكاير يا خمس شكاير، الفدان بياخد في الدوره بياخد 10، انت بتشتري الباقي من بره بالسوق السوداء. حتى في الزراعه برضه يا جماعه، الجمعيه الزراعيه دفعت سكر، برضه دفعت سكر 155 جنيه بالنسبه للجمعيه. مفيش مكسب كده في الفلاح كده، احنا بنعمل اللي علينا، يعني بنعمل كل اللي يعني اي حاجه بنعملها اللي تجمع لنا زياده. بس ما فيش احنا بقى بنلقى كل، يعني بتلقى حاجه صعب عليك، بتلقى كل اللي يعمل حاجه كويسه بنعملها كويسه، بس بتبقى عليك انت فلوس زياده عليك انت، سواء في الكيماوي او في الجرار او كل حاجه تبوظ.